صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقا على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها في إشارة إلى ما نشر في وسائل الإعلام القطرية من أن أحد المسؤولين في المملكة زار إسرائيل سرا. وأكد المصدر بأن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة. وأضاف المصدر بأن المملكة كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن. واختتم المصدر تصريحه بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، مؤكدا أنه لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن وراءها.